أخبار اليوم وتيسير معيشتهم. وأصرح السيد الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال التنفيذية للمشروع الذي سيساهم في رفع كفاءة الري في 20% من الأراضي المزروعة التي تروى من ترعة الإبراهيمية في 5 محافظات، فضلا عن إنتاج 32 ميجا وات من الطاقة الكهربائية النظيفة. وأشار مغازي إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة السيول في الصعيد وجنوب سيناء، وذلك من خلال إنشاء السدود المائية والتغذية والقنوات والبحيرات الصناعية. واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية للاجتماع الذي سيعقد في الخرطوم خلال الفترة المقبلة، ويضم وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة الموقف بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي على المستويين السياسي والفني.